من بنسلفانيا ينضم إلينا زميلنا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بنسلفانيا كانت معركة شرسة ولا زالت ولا تزال حاسمة إذن في فوز أحد المرشحين كامالا هاريس أو ترامب بهذه الانتخابات، لماذا بنسلفانيا بهذه الحدة؟ مرحبا أحمد. بنسلفانيا كما نعلم هي ما يطلقون عليها هنا في الإعلام الأمريكي الجائزة الكبرى. ربما على مدار أكثر من 50 عاما مضت وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية ما عدا استحقاقين انتخابيين فقط، من فاز ببنسلفانيا فاز بالبيت الأبيض، استثني فقط من هذه القاعدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن الذي ربح في انتخابات عام 2000 وعام 2004 دون أن يربح بنسلفانيا. فيما عدا ذلك وعلى مدار أكثر من 50 عاما كل الرؤساء الذين وصلوا إلى البيت الأبيض وصلوا عبر بنسلفانيا. بنسلفانيا هي الولاية المتأرجحة الأولى والأكثر من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي ب19 صوتا، وهي خامس أكبر ولاية من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي على مستوى 50 ولاية أمريكية. لذلك تحظى بنسلفانيا بهذه الأهمية. بنسلفانيا إذا ما نظرنا إليها سنجدها ولاية شديدة التأرجح، نظرا لأنها وربما على مدار منذ عام 1992 بدأت في التصويت لرؤساء ديمقراطيين، ولكن وقبل ذلك كانت تصوت لرؤساء جمهوريين مثل جورج بوش الأب ورونالد ريغان. ولكن إذا ما نظرنا عام 2016 بدأ دونالد ترامب كسر هذه القاعدة في انتخابات عام 2016 أمام مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك هيلاري كلينتون، ولذلك هناك حظوظ كبيرة لدونالد ترامب إلى أن يكسر القاعدة مجددا في بنسلفانيا وربما يفوز بها هذه المرة، وتكون بنسلفانيا هي طريق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. هو يريد أن يكرر الإنجاز الذي يعني ربما لم يسبقه فيه سوى جمهوري، أقصد رئيس جمهوري سوى جورج بوش الأب، وقبله كان رونالد ريغان. يريد مرة أخرى أن يكرر إنجازه هذه المرة في بنسلفانيا. أما كامالا هاريس فهي تعول كثيرا على ولاية بنسلفانيا بما فيها من خلطة الأقليات وبما فيها من توجهات ليبرالية تسود في المدن الكبرى مثل فيلادلفيا وبيتسبرغ، وهذه المدن ذات كثافة سكانية عالية. يعني فيلادلفيا تعتبر من أكثر المدن من حيث عدد السكان على الساحل الشرقي الأمريكي، ولذلك في عدد كبير من المندوبين ومعظمهم يصوتون للحزب الديمقراطي تاريخيا. لذلك أيضا تعول عليها كثيرا كامالا هاريس، والتي كانت ليلة أمس في كلماتها الختامية من أمام متحف الفنون في فيلادلفيا لتكون آخر كلمة تلقيها للجمهور قبل التصويت ربما بساعات قليلة من فيلادلفيا. وهذه رمزية كبيرة تدل على أهمية بنسلفانيا لدى كل من المرشحين. كل من المرشحين يعلم جيدا أهمية هذه الولاية وأنها قد تكون الطريق إلى البيت الأبيض أو طيب. على الأقل نصف. رامي، يعني نعلم أن الحسابات الأمريكية الانتخابية معقدة جدا، يعني سنحاول تبسيطها. في البداية حصلت كامالا هاريس على 226 صوتا انتخابيا في الولايات الديمقراطية، حصل ترامب على 219 صوتا في الولايات الجمهورية. للفوز بالرئاسة يجب أن يصل المجموع إلى 270 صوتا، فبالتالي بنسلفانيا حاسمة، تحتاج هاريس إذن إلى 25 صوتا بعد الفوز ببنسلفانيا. بالفعل يعني الخطة الديمقراطية بالنسبة لهاريس، وهي التي تعتبر ربما أكثر وضوحا في الفوز في هذه الانتخابات ربما من خطة ترامب. يعني ترامب لما كان يتحدث كان يقول سأفوز بكل الولايات المتأرجحة ولديه ثقة كبيرة. أما هاريس فهي تعلم جيدا أنها لا يمكنها الفوز في كل الولايات المتأرجحة، ولذلك تلقي بثقلها على بنسلفانيا وأن تفوز معها بولايتين من أصحاب الأصوات، ولايتين متأرجحتين من الولايات صاحبة الأصوات الكلية الكبيرة مثل ميشيغان وويسكونسن أو نورث كارولاينا وويسكونسن. إذا ما فقدت ميشيغان بسبب أصوات العرب الأمريكيين الذين تحالفوا مع ترامب، ثم تحصل على صوت واحد من الأصوات الثلاثة في ولاية نبراسكا والتي
الانتخابات فيها أغرب قليلا حتى من بقية الانتخابات في الولايات الأمريكية. ولاية نبراسكا فيها 3 أصوات فقط، وليست فيها قاعدة الفائز يحصل على كل شيء، أي أنه من يحصل على صوت يحصل على صوت واحد فقط، من يحصل على صوتين يحصل على صوتين فقط، لا يحصل على 3 أصوات الخاصة بالولاية ككل، فيلزمها صوت واحد فقط من نبراسكا، بالإضافة إلى بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، وبذلك تكون وصلت إلى 271 صوتا، وتكون بذلك حسمت اتفاق. طيب في المقابل ترامب الذي حصل على 219 صوتا رامي، فإنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا سوف يحتاج إلى 32 صوتا إضافيا، إذا ما زالت المسألة متقاربة جدا بينهما. صحيح، هذا السباق سباق متقارب، يعني هذه الكلمة استمعت إليها ربما في إعلان مكرر يعني يبث على موقع يوتيوب باستمرار تبثه الحملة الديمقراطية للمرشحة كمالا هاريس، وهي تتحدث في الإعلان بنفسها وتقول إن هذا السباق سيكون سباقا متقاربا جدا، وتحث الجميع على الذهاب إلى لجان الانتخابات والتصويت أو إرسال أصواتهم بالبريد، تحث الجميع على التصويت حتى تستطيع أن تفوز في هذه الانتخابات. فبالفعل سيكون السباق متقاربا، وهذا التقارب قد ينعكس على إعلان النتائج، فبحسب مراقبين النتائج لن تظهر بسرعة، يعني هذا ما سمعناه في الحقيقة كثيرا من كثير من المراقبين. بالأمس كان يتحدث في ويسكونسن جيري فان المرشح نائبا لترامب في هذه الانتخابات، ويقول إن 90 صوتا فقط يمكن أن تقلب النتيجة في ولاية، فدعنا هنا يجب أن ننتظر حتى يتم فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة، وأن تصل نسبة الأصوات في صالح مرشح من الاثنين إلى نسبة أكثر من 50% حتى تعلن النتيجة ويعلن أنه الفائز في هذه الولاية. وأعتقد أننا سننتظر بعض الوقت، يعني عادة كانت تظهر نتائج الانتخابات لأنه يتم الفرز بشكل إلكتروني في معظم الولايات، إن لم يكن في كل الولايات، الفرز بالطريقة الإلكترونية يسهل عمليات الفرز ويجعلها سريعة، ولكن قرب الأصوات لكل مرشح وقرب السباق وكونه متقارب جدا سيجعل الحصول على نتيجة سريعة أمرا صعبا، وربما ننتظر ليوم أو اثنين أو حتى عدة أيام. طيب هاريس تحتاج الآن إلى الفوز باثنتين من الولايات المتأرجحة يا رامي، وهي ميتشيغان، ويسكونسن، أريزونا، كارولينا الشمالية، بينما يحتاج ترامب الآن إلى الفوز بثلاث من هذه الولايات. نعود مرة أخرى إلى بنسلفانيا التي هي الحاسمة جدا في هذا السباق. نعم بالفعل بنسلفانيا هي يعني تقطع نصف الطريق على المرشح للفوز، يعني أنت كنت تتحدث عن 25 صوتا إلى جانب بنسلفانيا بالنسبة لهاريس، 32 صوتا بالنسبة لترامب إلى جانب بنسلفانيا، يعني ترى من ذلك أن 19 صوتا في بنسلفانيا تحسم نصف الطريق إلى البيت الأبيض بالنسبة للمرشح الرئاسي، ولذلك تعتبر بنسلفانيا من أهم الولايات. وبالأمس يعني كانت بنسلفانيا عبارة عن مهرجان انتخابي، يعني ترامب بعد رحلته في ويسكونسن، يعني أنهى تجمعه الانتخابي في ويسكونسن ثم توجه إلى بنسلفانيا، أقام تجمعا انتخابيا في مدينة ريدينج، ثم من ريدينج توجه بعد ذلك إلى بيتسبرغ هي ثاني تجمع سكاني حضري من حيث عدد السكان في ولاية بنسلفانيا بعد فيلادلفيا. سنجد أنه على الجهة الأخرى هاريس كانت في 5 مدن في بنسلفانيا بالأمس مرة واحدة، بدأتها من سكرانتون ثم ألنتاون مرورا في ريدينج إلى بيتسبرغ وفي النهاية فيلادلفيا. من بنسلفانيا زميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيل الشكر، سنكون معك بالتأكيد رامي طوال هذه الانتخابات الأمريكية.